اهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام، لازلنا معا في اطار هذه الجولات التي تاتي حضراتكم دوما من الان لاستعراض وتسليط الضوء على اخر وابرز التطورات الجاريه على الساحتين الاقليميه والدوليه، فضلا عن التطورات في الساحه الداخليه. اذا كنا قد تعرضنا لبعض التطورات الميدانيه في الجوله الماضيه من جولات الان في ليبيا، وتحديدا الدعم التركي الذي يقدم في غرب ليبيا وتحديدا العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة وبعض المدن الموجودة في غرب ليبيا، سواء كان ذلك بإفادة مقاتلين أتراك أو بعض المرتزقة الذين يفدون من مناطق القتال في سوريا أو غيرها من المناطق. فالتقرير المطول التالي الذي سنتابعه مع حضراتكم يسلط الضوء على الكيانات الإرهابية والتنظيمات المسلحة التي تعتاش على الدعم التركي والقطري في غرب ليبيا. نتابع هذا التقرير ثم نعود لمزيد من النقاش. سنوات من القتل والنهب والإرهاب، سنوات من الاستثمار في الفوضى وصنع بؤرة للإرهاب تتوسط الشمال الإفريقي. هذه هي سنوات الاستثمار التركي في ليبيا ويد العون التي أمدها أردوغان لليبيين في ثورتهم، فاستثمر في ميليشيات تكالبت على ثروات الدولة وألقت بالبلد في غياهب الحرب والفوضى. واليوم ها هي ميليشياته الإرهابية تحارب إلى جانب مرتزقته جهراً لتسلمه مقاليد حكم العاصمة الليبية. هنا نستعرض لكم أهم الميليشيات الإرهابية التي تسيطر على الغرب الليبي والتي تغولت بالاعتماد على الحكومات الضعيفة التي شرعنتها دون أن تلتفت لصانعي هذه التشكيلات والغرض منها، وهي ذات التشكيلات التي دخلت حكومة الوفاق طرابلس بمباركتها وسارعت إلى شرعنة بعضها والاعتماد عليها. يوجد في العاصمة الليبية طرابلس العشرات من التشكيلات الإرهابية المسلحة، أكثر من 90% من هذه التشكيلات هي مجموعات مدعومة من أردوغان وقطر. تنقسم هذه التشكيلات في جوهرها إلى 4 أنواع، منها تشكيلات مؤدلجة تمتثل لجماعات متطرفة تقتل وتنهب إسناداً لفتاوى الصادق الغرياني مفتي الدم كما يطلق عليه الليبيون، والذي يحرض من قلب تركيا هذه الميليشيات على محاربة الجيش في طرابلس، كما سبق أن دعم جماعة أنصار الشريعة الإرهابية والدروع ودعا إلى الاستعانة بعناصر داعش ضد الجيش الليبي، محرضاً عبر فضائيته التناصح للقيام بعمليات انتحارية تستهدف كلاً من الصحفيين والعسكريين الليبيين. اقتلوا هذا الظالم وأعوانه بنية رفع كلمة الحق ونصرة الدين وإقامة العدل ونصرة المظلومين. بهذه النية أوصيكم جميعاً أن تكونوا يداً واحدة على هذا الظالم حتى تخلص البلاد من الفجر ومن الظلمة. أهم هذه الميليشيات هي الفاروق، والتي تأسست على يد الإرهابي التهام بوزيان، وهو أحد قيادات ما يعرف بجماعة أنصار الشريعة الإرهابية ومسؤول التجنيد فيها، تعد من أكبر الكتائب الخاضعة لتوجيهات الصادق الغرياني المقيم في تركيا، كما سبق أن بايعت كتيبة الفاروق داعش رسمياً من داخل ليبيا. ميليشيا درع ليبيا، وهي ميليشيا تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، أحد ألويتها السابقة هو لواء درع المنطقة الشرقية في بنغازي المتهم بقتل 31 متظاهرا هناك والضلوع بعمليات اغتيال لشخصيات معادية للجماعة الإرهابية إلى جانب مشاركته في الحرب ضد الجيش الليبي. كتيبة ثوار طرابلس، والتي أسسها المهدي الحراتي أحد رجال أردوغان في عام 2011، واستغلها فيما بعد في تجنيد شباب ليبيين للسفر والقتال في سوريا إلى جانب فصيل لواء الأمة الإرهابي هناك. يقود كتيبة ثوار طرابلس اليوم هيثم التاجوري أحد أمراء الحرب في الغرب الليبي، والذي تشير تقارير غربية بأن ثروته والتي تتجاوز 500 مليون دولار بحسب هذه التقارير جاءت من عمليات اختطاف وابتزاز المسؤولين في الحكومات الليبية. الحرس الوطني، وهو تشكيل إرهابي تابع للجماعة الإسلامية المقاتلة بقيادة عبد الحكيم بالحاج،
يتولى قيادة أحد أرويته الأربعة طارق درمان أحد أعضاء تنظيم القاعدة وتتبع هذه الميليشيا للصادق الغرياني. تتشعب هذه الميليشيات المتطرفة إلى العشرات التي تتخذ من الغطاء الديني أساساً لتجنيد المقاتلين والزج بهم في الحرب ضد الجيش الليبي. على شاكلة التشكيلات المسلحة هناك نوع آخر من هذه التشكيلات، وهي الإجرامية التي تعتمد على سرقة ونهب أموال البنوك والقطاعات الخاصة، وتمتهن الإتجار بالبشر والنفط الليبي في المقام الأول. أحد أهم هذه التشكيلات هو كتيبة شهداء النصر الزاوية، والتي يتزعمها محمد كشلاف المعروف بالقصب، حيث ورد في تقرير للأمم المتحدة في 2018 عقوبات بحظر السفر وتجميد أمواله لضلوع سرية النصر بقيادته في تهريب الوقود من مصفات الزاوية. أما الميليشيات التي تشكل أذرعاً عسكرية لجماعات سياسية فهي كثيرة حدث ولا حرج، مثل البنيان المرصوص والسويحلي والحلبوس، وهي فصائل مسلحة تابعة للمجلس العسكري بمصراتة وجماعة الإخوان الإرهابية. مقاتلو الاستجلاب كما يطلق عليهم البعض في ليبيا، أو المرتزقة والإرهابيون الذين يرسلهم إردوغان تحت غطاء ما وقعه مع السراج كاتفاقية للتعاون الأمني، هم في واقع الحال إما مسلحون سابقون في صفوف جبهة النصرة الإرهابي وغيره من الفصائل المتطرفة التي دفع بها إردوغان إلى سوريا، أو مقاتلين من الأقلية التركمانية في الشمال السوري، والذي يرسلهم إردوغان إلى ليبيا بوعود تجنيسهم ومنحهم الجنسية التركية. يقاتل هؤلاء إلى جانب التشكيلات الإرهابية الليبية إما ضمن صفوف ذات الكتائب أو في كتائب مستحدثة لهم. تركيا، والتي عكفت على تسليح هذه الميليشيات على مدار أكثر من 7 سنوات، صنعت من هذه التشكيلات بقيادة رجالها بوابة أنقرة، ليس لنهب ثروات ليبيا فحسب، بل ولتهديد محيطها بالكامل. فتركيا لا تسيطر اليوم على مجرد تشكيلات تمتهن الفوضى والعنف في الداخل فقط، بل أيضا تمتهن الإتجار بالبشر وتشكيل ممرات أمنية لعبور وتصدير إرهابيين ومرتزقة، وهو السبب الرئيسي الذي يستميت لأجله أردوغان لبقاء الفوضى في ليبيا. الزميلة فيروز مكي وقد سلطت الضوء بشكل من التفصيل، لكنه أيضا بقدر من الإيجاز حول أبرز التنظيمات والميليشيات المسلحة التي تتلقى تمويلا من قطر وتركيا على السواء، لكنها ربما ليس بينها ثمة رباط أيديولوجي مشترك، لكنها وفي النهاية اجتمعت جميعا لقتال الجيش الليبي. من بنغازي في شرق ليبيا ينضم إلينا الدكتور صلاح الدين عبد الكريم، مستشار القوات المسلحة الليبية. دكتور صلاح، أهلا وسهلا بحضرتك. كيف أمكن جمع شتات هذه التنظيمات التي لا يبدو أن بينها وبين بعضها رباطا فكريا أو أيديولوجيا واحدا مشتركا، واجتمعت كلها تقريبا لقتال الجيش الليبي؟ اسمح لي أستاذي أن أحييك وأحيي مشاهدي أكس أون نيوز، ومن خلالكم تحية لهذا الشعب العظيم، الشعب المصري العظيم. وحقيقة البرنامج الذي أذيع منذ قليل واضح، يعني حقيقة ملم وشامل بمختصر مفيد يوضح هذه العصابات الإرهابية، ولكن في النهاية الغطاء الحقيقي لكل هذه العصابات الإجرامية هي حركة الإخوان الإرهابية المجرمة. كل هذه التفريعات، كل هذه التسميات انطلقت من فكر الإخوان الإرهابي، وبالتالي هذه جماعات سيطرت على مدن وعلى بعض القرى وبعض الشوارع في طرابلس، ولكن في الحقيقة يشملها غطاء واحد، وبالتالي عرابها هو المدعو علي الصلابي والمدعو الصادق الغرياني والمعتوه أردوغان، وبتمويل من الخزينة الليبية الآن، ولكن في البداية كان من الخزينة القطرية، وبدعم كامل وشامل من كافة التنظيمات الإرهابية على مستوى العالم، سواء من داعش أو حتى غريب الأمر يا أستاذي وللمشاهدين أن يفهموا، أن هناك بعض العصابات كانت تقاتل بعضها في سوريا مثلا،
المهدي الحراتي ومسمى بلواء الإسلام أو لواء الأمة. هذا بنظامة من الإرهابيين الدوليين ومن المجموعة. يعني لهذه الجزئية أنا سألت حضرتك دكتور صلاح، إذا كانت هذه التنظيمات أو هذه المشارب الفكرية المختلفة بينها وبين بعضها من التناحر ما قد يصل بها إلى حد الاقتتال البيني بين كل فصيل وآخر، ما الذي جمع شتات كل ذلك وأوجد لهم كلمة سواء بمقتضاها عليهم أن يقاتلوا الجيش الليبي؟ فقط الارتزاق، فقط المبالغ المالية، ولا هناك مصالح ورباط آخر يمكن أن يجمعهم؟ يا سيدي أنا قطعت علي الفكرة. في سوريا يتقاتلون المهدي الحراتي ومجموعة لواء الإسلام يقاتل الذي قتل قاسم سليماني، الإيرانيون وما يسمى بالإخوان يقاتلون بعضهم في سوريا، ولكنهم متفقون في ليبيا على محاربة الشعب الليبي والقوات المسلحة العربية الليبية. هناك سؤال كبير لا بد أن يفهمه الليبيون والليبيات ومن خلالكم لجميع العرب. ليبيا مستهدفة من دولة إيران، هذه حكومة الملالي وحزب الله وحماس. طيب. والأطراف والإخوان المسلمين. دكتور صلاح، حتى يبدو حديثنا منصبا حول ما تبعناه من تأصيل لهذه التنظيمات التي تتلقى الدعم وبشكل مباشر من قبل الأطراف التي أعلنت ودون مواربة أنها جزء مما يجري في ليبيا. أنا أسأل حضرتك عن علي الصلابي وإسماعيل الصلابي وعبد الحكيم بلحاج والصادق الغرياني وكل أولئك الذين يقاتلون تقريبا في غرب ليبيا على مدار سنوات ماضية، هل من رباط واحد مشترك بينهما بين كل هذه التنظيمات؟ أسأل حضرتك. نعم، كلهم من جذور الإخوان الإرهابيين، كلهم من هذه الجماعات. هذه الجماعات كلها فرخت من داخل حركة الإخوان الإرهابية المجرمة، وبالتالي بينهم رباط عقائدي قيادته في الدوحة وفي تركيا. ونحن نعتبر هذه الحركات الإرهابية المجرمة هي أدوات العدوان التركي القطري على ليبيا. عندما يهزم العدوان التركي القطري على ليبيا سوف تتلاشى هذه الجماعات بالكامل، لأن لا حاضنة شعبية لها في ليبيا. كل هذه الجماعات هي عبارة عن دخيلة على الأرض الليبية، سندها يوجد في أنقرة وفي الدوحة. وبالتالي هذه مطالبنا دائما، وهي المجتمع الدولي أن يمنع هاتين الدولتين من الاعتداء على الشعب الليبي والاستمرار في العدوان على الشعب الليبي. ماذا عن الحواضن الاجتماعية دكتور صلاح؟ لأن كثير من هذه التنظيمات أو قادة هذه التنظيمات قالوا إن لهم وجودا شعبيا كبيرا في بعض المناطق التي يعيشون فيها، أشاروا إلى مصراتة في بعض الأوقات، أشاروا إلى بعض أحياء طرابلس في أوقات أخرى. كيف يمكن أن يقبل الشعب الليبي ذو المزاج المعتدل في عمومه، ذو المنهاج الديني الوسطي التاريخي كما هو معلوم، متصوفون في أغلب الحالات أو المواقف مثلا، كيف يمكن لهم أن يقبلوا بمثل هذه التنظيمات تعتاشوا من أقواتهم؟ يا سيدي، عندما حاولوا الدخول في الانتخابات في 2012 خسروا تماما، لم يتحصلوا على لا شيء من داخل الشعب الليبي، وبالتالي التجأوا إلى فرض وجودهم من خلال العصابات الإرهابية ومن خلال السلاح. هذا ما حصل في مصراتة نفسها. منطقة مصراتة هي منطقة محتلة من هذه العصابات الإرهابية، والأغلبية الساحقة من الشعب الليبي في مصراتة هم رهائن لدى هذه العصابات الإرهابية، كما كانت درنا في يوم من الأيام، كما كانت بنغازي في يوم من الأيام. وأنا متأكد والليبيون والليبيات متأكدون عندما تتحرر مصراتة ستروا المد الشعبي الرافض للإرهاب. الحقيقة هناك قمع شديد في مصراتة، هناك أكثر من 4000 مواطن مصراتي مفقودون بين السجون العصابات الإرهابية والسجون السرية، وقد يكون كثير منهم قد قتل. والدليل على ذلك مقتل محمد الشتاوي عميد بلدية مصراتة عندما فقط صرح بأنه لا بد من القضاء على الإرهاب ولا بد من الوحدة الوطنية الليبية، قتل فورا بمجرد ما نزل من الطائرة في مصراتة، تم اغتياله فورا. وبالتالي كل المناطق الليبية أو الأحياء المسيطر عليها من الإرهاب وهي الآن
جيوب بسيطة جدا بالنسبة للأرض الليبية التي مساحتها 1,760,000 كيلومتر مربع. كل الأراضي تحت التحرير محررة من قبل القوات المسلحة العربية الليبية وتحت الحكومة الشرعية والبرلمان الليبي، ولكن هذه جيوب مسيطر عليها بقوة سلاح، بقوة الإرهاب، وكذلك يعني هناك أسر وأطفال أخذوا رهائن للاستمرار في هذا العدوان القتلي التركي على الأرض الليبية. التصنيف المهم، التصنيف القانوني المهم بهذه الحالة هو أن الشعب الليبي وقوات المسلحة وقيادته كلها في حال دفاع شرعي النفس ضد نظام أردوغان الإرهابي وضد نظام. طيب أخيرا دكتور صلاح، وأنت تتحدث عن التوصيف القانوني من أن الشعب الليبي في حالة دفاع عن النفس، وربما المسألة قد تكون أسبق من ذلك بكثير لأن هناك جيش يخوض عمليات عسكرية أقرب إلى عمليات التحرير، بل هي عمليات تحرير. السؤال الأخير مع حضرتك، إذا ما انتهى ما يسمى المسار السياسي أو ما يطلق عليه العملية السياسية في ليبيا إلى منتهاها، كيف يمكن أن يقبل الليبيون بأن يجلسوا جنبا إلى جنب مع مجموعة من قادة العصابات والميليشيات الذين اعتاشوا على أموال ودماء الشعب الليبي في أوقات خلت؟ هذا ما يريد يستدي، هذا ما يريد أن يسوقه المندوب الأمم المتحدة الدكتور غسان سلامة، وهو أن الليبيون والليبيات في صراع سياسي وأنه من الممكن إيجاد حلول سياسية. نحن نقول له التوصيف الحقيقي، وهو يعرف الحقيقة أن التوصيف الحقيقي للحالة الليبية هي حالة أمنية بامتياز. هناك عصابات إرهابية واضحة، هناك قادة لهذه العصابات الإرهابية، لا يمكن أن يكونوا جزء من مشهد سياسي ديمقراطي في تداول سلمي على السلطة، لأن هؤلاء لا الإيديولوجيات التي ينطلقوا منها لها علاقة بالديمقراطية أو بحكم الأغلبية، وهم منطلقاتهم كلها متعصبة دينية، وفي نفس الوقت الداعم لهم هو عدوان خارجي تركي قطري. وبالتالي غسان سلامة منطلقاته لحل الأزمة الليبية هي إدارة الأزمة وليس إيجاد حلول. لا، لو أرادوا الحلول الحقيقية هو أن تدعم القوات المسلحة العربية الليبية والشعب الليبي للقضاء على هذه العصابات الإرهابية والقبض على قادتها ومحاكمتهم محاكمة عادلة أمام العالم. شكرا جزيلا لك من بنغازي في شرق ليبيا الدكتور صلاح الدين عبد الكريم، مستشار القوات المسلحة الليبية. عبر الهاتف أيضا ينضم إلينا الأستاذ منير أديب، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية. أستاذ منير، في أوقات قريبة كانت بعض المنابر الإعلامية القطرية في قلب الدوحة أو الممولة قطريا والتي تبث من لندن تقدم الصادق الغرياني مثلا على أنه الرجل صاحب المنهاج الوسطي الذي يقدم الدين الإسلامي كما ينبغي له أن يقدم، بينما كنا نتابع ما جاء على لسانه في التقرير الفائت حول القتل والقتل بالنية لنيل الثواب والأجر. كيف يمكن فهم هذا التناقض أستاذ منير؟ يعني أعتقد أن الدوحة يعني وتركيا تقدم الميليشيات المسلحة على أنها يعني مجموعات ربما تدافع عن ليبيا ومجموعات وطنية وهمها الأول والأخير ليبيا، وهذا يخالف الواقع والمنطق ويخالف واقع هذه التنظيمات المتطرفة. ليس فقط المثال في صادق الغرياني، وإنما صلاح بادي وكل المجموعات المسلحة أو التنظيمات المتطرفة الموجودة في طرابلس، وهي هذه التنظيمات التي اعتمد وما زال يعتمد عليها المجلس الرئاسي، وهي تتماهى ربما مع المشروع القطري ومشروع أيضا أنقرة، وهو محاولة أسلمة المنطقة العربية عموما عبر هذه الميليشيات المسلحة سواء الموجودة في ليبيا أو حتى المدعمة في سوريا وغيرها. وبالتالي يعني أعتقد أن هذه المجموعات هي تعمل على فكرة تفتيت ليبيا من الداخل، وهم يحاولون السيطرة ليس فقط على طرابلس وإنما يريدون التمدد خارج العاصمة من أجل إقامة ليبيا على غرار إيران مثلا على سبيل المثال التي يحكمها الملالي.
واعتقد ان المشروع الليبي، المشروع التركي القطري، يعني ينفق على هؤلاء المتطرفين في الداخل الليبي ويدعمهم دعما سياسيا دبلوماسيا ربما عبر دول. استاذ منير، المراقب لخطاب الجماعه او الفئه الموجوده في غرب ليبيا، هم يسرفون كثيرا في الحديث عن مدنيه الدوله او ما يطلقون عليه الدفاع عن مدنيه الدوله الحتميه. ما علاقه صلاح بادي او اسماعيل الصلابي او علي الصلابي او الصادق الغرياني او عبد الحكيم بلحاج زعيم الجماعه الليبيه المقاتله بمدنيه الدوله؟ يعني من ذا الذي يمكن ان ينطلي عليه هذا الخطاب؟ يعني هؤلاء، يعني نحن من فهمنا لكل التنظيمات المتطرفة دائما هذه التنظيمات ترفع شعارا وتطالب بشيء ولكنها في ذات الوقت تنفذ أشياء أخرى. وأعتقد أن هذه التنظيمات سواء أو غيرها دائما تفعل ذلك، دائما تقول أننا نرحب بالرأي الآخر، دائما تقول أننا نرحب بالمختلف معنا عقائديا أو حتى فكريا، بينما هذه التنظيمات نحن نقول عليها تنظيمات متطرفة لأنها ترفض الآخر، لأنها ترفض مدنية الدولة، لأنها دائما تطالب بتطبيق الإسلام أو الشريعة الإسلامية من وجهة نظرها، حتى أنها تكفر الآخرين الذين يطالبون بتطبيق الشريعة الإسلامية ولكن على أفكارهم وليس أفكار هذه التنظيمات. وبالتالي ليس مستغربا أن يطالب هؤلاء بمدنية الدولة، ولكنهم في حقيقة الأمر يعلنون هذه المطالبة من أجل مغادلة ربما أوروبا. وأعتقد أن أوروبا الآن تورطت في دعم هذه المجموعات أو دعم ما يسمى بالمجلس الرئاسي اعتقادا منهم أو ربما فهما وإدراكا على أن هؤلاء متطرفون ولكنهم للأسف يدعمون هؤلاء المتطرفون. ولكن على كل الأحوال لا، هي هذه يعني لا أستاذ منير، هذه مسألة لا يمكن أن تمرر بي في كل الأحوال. الأوروبيون تقول حضرتك أنهم قد يدركون حقيقة أن هذه التنظيمات إرهابية ومتطرفة وربما بعض أفرادها مدرجون في قوائم الإرهاب لكنها تحقق مصالحنا، يعني هذه مسألة تبدو في غاية الخطورة. ولكنها واقع حقيقي ليس أوروبا فقط وإنما الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك يعني الشيء بالشيء، لماذا الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على سبيل المثال لم تدرك حركة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية؟ هي تدعي أنها تواجه الإرهاب، داعش، القاعدة، بينما تترك الإخوان التي أفرزت كل هذه التنظيمات والتي تمارس الإرهاب. أعتقد في المقابل أوروبا تدرك ذلك، أوروبا لديها مصالح، ودعني أستشهد لك، هي لديها مصالح اقتصادية ولديها مصالح سياسية، والمصالح الاقتصادية قد تكون من خلال مرافق البترول التي تسيطر عليها هذه المجموعات المسلحة. ولذلك نحن نجد أوروبا تدعم عبد الحكيم بلحاج، ومعروف أن عبد الحكيم بلحاج والصلابي هم يمثلون حركة الإخوان المسلمين التي تستخدم السلاح، ولكنها تدرك أن هؤلاء يسيطرون على مرافق بترول كثيرة وهي عبد الحكيم بالحاج. أستاذ منير يقيم في بريطانيا كما هو معلوم ويقدم الآن في منابر إعلامية عدة باعتباره رجل سياسة ولم يكن مقاتلا في يوم من الأيام، بل ينظر حتى للمستقبل السياسي لليبيا. أشكر حضرتك على أي حال أستاذ منير أديب، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية والراديكالية منضما إلينا عبر الهاتف. شكرا جزيلا لحضرتك.